الحالة الثالثة هي حالة الادخار، وهذا أنه سنعيش في هذه الحياة الدنيا ونموت ولم يستجب دعائنا في هذا الشأن. لا تتبرم، هذه الحياة الدنيا كلها كما حسبناها 3 دقائق، فلا تتبرم، لأنك لابد عليك أن تعرف أن هذه الحياة الدنيا جزء من الحياة وليست هي كل الحياة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان مفتاح للرضا والتسليم والتوكل، وأن الخيرة فيما اختار الله من ناحية. من ناحية أخرى نعود إلى ربنا فينبئنا بما كنا نعمل وينبئنا بما كنا فيه نختلف، ونعود إلى ربنا، ننقلب إلى ربنا فنجد خيرا من هذه الحياة الدنيا بآلاف المرات بل وملايينها، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وحينئذ سنتمنى ونقول لربنا يوم القيامة: يا رب، لماذا لم تؤخر لنا استجابة الدعاء كلها حتى نتمتع بهذا النعيم المقيم الخالد الأبدي الذي لا نهاية له؟ في هذا الحال سنكون نعرف الحقيقة. فهذه حالات الدعاء: إما الاستجابة وإما التأجيل وإما الادخار، لكنها تحتاج منا إلى التسليم، إلى الرضا، إلى التوكل.